متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لدينا تحديث بشأن الأحوال الجوية السائدة في بعض مناطق المملكة، نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية والتي تشير كما تلاحظون عبر النظام الخاص في مركز طقس العرب إلى اندفاع كميات كبيرة من الغبار. هذا اللون الذي يعني باللون الوردي أو الزهري هو كيفية استشعار الموجات الغبارية الموجودة حاليا في بعض مناطق المملكة. صور الأقمار تشير إلى وجود موجة غبار كثيفة جدا في عبوم مناطق شمال غرب المملكة العربية السعودية، تشمل مناطق في الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء قريبة من منطقة الجوف، بالإضافة إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية مثل منطقة الإجريات وأيضا منطقة الطريف. هذه المناطق جميعها تشهد الآن عواصف رملية شديدة جدا، والرؤية الأفقية تكاد تكون معدومة. خلال الساعات القليلة المقبلة يتوقع أن تزداد حدة هذه العواصف الغبارية وامتدادها إلى مناطق تشمل مثل عرعر وسكاكة خلال الساعات القليلة القادمة، وتترافق هذه الموجات الغبارية بانخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية مما يعيق المسير على الطرقات أو حتى قد يؤثر على حركة الطيران في تلك المناطق. بعض العواصف الغبارية أو الموجات الغبارية في مناطق أخرى من المملكة مثل القصيم، متوقع طبعا هذه الوضعية والحالة الجوية أن تستمر خلال الساعات القليلة القادمة وحتى نهار يوم غد، إذ بسبب تمركز منخفض جوي فوق مناطق بلاد الشام يعمل على اندفاع رياح قوية تكون جنوبية غربية اليوم، وبالتالي الغبار ينتقل من مناطق المملكة باتجاه الشمال كما تلاحظون، ولكن نهار يوم غدا يتوقع أن يعني يتحول اتجاه رياح ليصبح شمالي غربي، ولكن يبقى نشط، وبالتالي يتوقع انتقال هذه الموجات الغبارية نحو مناطق مختلفة من المملكة. ندعو الجميع في تلك المناطق، مناطق شمال غرب المملكة، إلى الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالتالي أثناء القيادة يجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وأيضا ندعوكم إلى الانتباه لدى خاصة مرضى الجهاز التنفسي والعيون من الخروج للخارج في مثل هذه الأجواء، والتزام البيوت والمحافظة على هذا الأمر كونه سيكون نسبة الغبار عالية جدا. سنبقى على التواصل معكم أولا بأول في تحديثات مقبلة، تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة بما فيها تطبيق طقس العرب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.